تربيت وتعاود جدة هذا هو موضوعنا اليوم في قصة الناس بهزاد أو خميس الفنان اللي بحال حكاية جدة كيجسدهم في الواقع هكا سي بهزاد ولا خميس هذا هو اسم الشهرة اللي المغاربة كلهم سي بحال, بحال بحال, بحال, كي خميس كي بهزاد بحال بحال انت الفنان اللي كنشوفوك دائما في ذوك الادوار التراثيه بذاك اللبس التراثي بالدارجه المغربيه ديالتنا الاصيله التراثيه الدارجه ديال بصح قبل ما نوصلوا لهاد الادوار اللي تختارهم في الحقيقه لانه تنشوفوك دائما كتمثل هذا الدور ديال داك الفنان التراثي نبداو الطفوله صغر جدك التعاويذ الحكايات الخرايف اللي تعاود لك جدك وكيفاش حليتي عينك في هذا الجو التراثي والوقت اللي كنا عشنا فيه ديك الساعه في انا من مواليد 67 ديك الساعه كنت صغير تسمع جده <applause> انت كان هبة؟ ديك الساعه <applause> <applause> دابا مابقاتش عندها السلطة السلطة دابا مابقاتش آه. سميت جدة دابا ولادنا تيقولوا أمي أه وبعد دابا دابا تيقولوا حنا أه كيفاش تيقولوا جدة حنا أمي حنا أمي آه. حنا جدة والأغلبية ديال الناس هاد الجيل ديال دابا تيقولوا أمي مم. أغلبية مابقاتش جدة أنت شنو كنتي كتقول جدك؟ تنقولها جدة جدة إيه؟ هي كنا تنخافوا منها أكثر من أمنا تصور تقول لك لما تنعس نجيب لك بوعو تقول لولد اليوم بوعو شوف هو وري لي دروك فينا هو نتصور معاه بصح <applause> عاود لي على التعاويذ ديال جدك من غير الهبه والسلطه ولكن كانت الجداوات في الوقيته ديالنا كيجمعونا كي زعما <applause> اللي محظوظ اللي عنده الزورة هو اللي تربى مع جده كتكون بقى الح... بالحياه بطبيعه الحال داك التعاويذ ف... ديالها عندي ما عنديش عقل قليل على جده عند ماتو بكريت باقينا صغير وكنا كنستعجل جده كان ديما حنا في حضن ديالها اكثر من مولا وكنا نخافوا من جدة اكثر من الام ديالنا هي اللي كانت تربي آه. هي التربيه هي كلشي هي كان ديك الساعه الام تمشي تقدر شحال تبقى مع جدانا هي اللي مقابله انا هي الوالد كان بالحياه ديك الساعه كان الوالد بالحياه كان بالحياه الوالد ما مم. 2010 اه وجدك كانت هي اللي تتربي اه هي اللي تتربي وفاش كنقولوا تتربي راه تتربي على كل شي. آه كل شيء كتوصل هيك. هي كل شيء اللغة التراث والاخلاق الحميدة ديك الاخلاق وكل شيء كتوصلوا ديك الجدة كل شيء عاود الحكايات خصوصا انت كنشوفك دائما في الادوار ديال مع فاطمة بوبكدي، مع بزاف فاطمة, مع فاطمة والشاي واحد. مع بزاف الممثلين دائما انت كتلعب لك الدور هذاك الدور بداك اللباس الفضفاض بدك هذاك الدور ما قدرش نلعبو تقريبا شهر ولا تندرب ليه في الدار باش نلعب دري صغير ذاك الشهر اللي دربت فيه استعطفت انا تنقول ربما غنقدر كان جاني واعر الدور مع حنا وديك كل... وحين كنت نلعب مع حنا تنتفكر الوقت ديك الساعة ديال باش تلعب مع حنا راه و... كسترجع كاع داكشي ديال الطفولة رجعت لي بزاف شهر من الليل عندي ساعة تقريبا قدام المرايا اش بشي... كدير؟ خصني نلعب دري صغير قالت لي المخرجة تجيب لي دري صغير مهور, اه مهور اه مهبول احمق اه اه خميس الزبايل كلهم الزبايل سرق البيض سرق البيض نسى سرق البنكا سرق البيض ولكن انت كتلعب دور ديال ديال زمان ديال ولاد <applause> زمان حتى ديال دابا حتى لا سيري مكتوب على واحد العصر قديم بزاف اللي ما كاينش المتعلق صاحبي الدان ايوه ساعه نقول حديد الدار الحرامي وهذه حكايه معروفه حكايه معروفه واش كانت جدك ملي كنتي انت صغير كنتي كتسمع مثلا هذه الحكايه ديال جده حديد الحرامي الغول ايوه هنا يا هنا شعشاك شا الليله وهاد واش كنا نسمعوا بزاف كنتي كتسمعوا اه اه عاود لي مثلا لا عاود لي على ديك اللمه ديال جدك انت وخوتك ولا شحال نتوما كنتو ديال كنا ديك الساعه ثلاثه ديال الخوت ثلاثه ديال الخوت ديك الساعه عاود لي على هذاك التعاويذ وديك ديال جحا وديك جحا ديال جحا وديال ال... ديما جحا كان هو النوار هو اللي كان هو المعلم اها ديما خصو يفوز بعباد الله تنقولوا ب كان تيدير ادوار فعال شيطانيه تحرمية تحرميات ديما خصو يلعب عباد الله مم. كان جدك كتعاود هادشي بالضبط ديال جحا جحا وشنو اخر وديال الحديد دال أه. الولايه هنا وداك الغول عمي الغول عمي طبعي. الغول اها حتى كتجمدوا نتوما الدراري الصغار تجمد كلشي كيبقى الصباح تخا الخيال العلمي كيخدم في ديك الليله لان <applause> باش باش تهضر تنعس بقا تحلم بداك اه <applause> هما بالغول ولا بهينا ولا باش خصها تنعسك بزاف <applause> <applause> اه باش تنعس نعم من تسمع الغول تنعس دابا سمع الغول فينا هو قلب عليه فينا هو الغول فينا هي فينا هو حديد دل... حديدات هما ولاو دابا وغوال ولاو هما <applause> دابا ولات حكايات حقيقيه مازال شحال دابا مشى العصرانه تاع دابا ولا عصرانه جدات غير خيال مساكن دابا الواقع هذا شكرا لك سي بهزاد على التجربه اللي عاودتنا مازال نكمل معك سي بهزاد نكمل معاك القصه ديالك مع جدك ونهضروا دابا على عندك شي وليدات عندك إيه. كديرين مع مع جدهم مزيان مزيان انت, أنت مراكشي مراكشي تيقولوا امي لالا امي لالا مابقاش ديال كانت قديمه تا هي قديمه اش كيقولوا دابا الاولاد تيقولوا امي امي تيقولوا ام المدام وتيقولوا الوالده ديالي امي عاود ديال لي على العلاقه دابا ديال مثلا وليداتك مع جداتهم واش هي نفسها اللي كانت عندك انت مع جدك واش باقي داك التلحتيت وداك التعاود ولا الولد عندي الا جا من العطلة في الرباط في الافاق كيجي كي تيمشي للباديه عند امه اه تيمشي للعربيه عند يعني جده اها اها واش كيدير في الباديه تيمشي يشوف الوالده ام المدام ويجي لمراكش عند يشوف الوالده ديالي هاد الشوفان زعما شنو فيه واش زعما واش غير تيشوف و... ويطل ويمشي لا ولا يستمتع بها ويجلس كما قال كامل ثلاثه السوايع تنعطي الجدة عاود لي زعما هذا عشق نعم. ديالو لل... الجده الجده يتحدث معاها يتعاود أه. معاها سيرتو اخرى البنات ديالي الا جات الوالده عندي للدار باش نمشي ما تيخليوها ما تيبغيش يخليوها بصح عرفتي شناهي انا دابا تنهضر معاكم و وتن... انا عندي واحد الحنين للماضي <applause> مثلا انا ما ما كانش عندي الزار يكون عندي جداوات توفاو واحد الجده مسكينه ديال الواليده تفاشي تفيها شي شويه شويه الملامح وصافي وتنقول وانا تنكبر وتنقول سعدات اللي عندهم شي جده في الدار وتكون ساكنه معاهم ماشي نمشي عندها شي بلاصه تكون ساكنه وتبقى تعاود اه تقول سعدات اللي عنده شي جده زعما كتجيني الغيره من شي واحد عنده جده وساكنه معاه وتعاود لي ولكن العكس يعني بعض تكون معاهم جدا تقول في قصيره كي شاد بركه من اه هادشي اللي بغيت نقول لك زعما هادشي اللي بغا مسكين جدة تكون معاك كاين اللي ما حاملهاش كاين اللي ما حاملهاش بحال بحر ربيبته بحال الدره الدره عنده جدة بحال الدره هاد الشيء شفت بعض الاسر انا مع شي ناس اصدقاء ديالي الابناء ديالهم عندهم جدتهم مسكتيه الشاده راه كيهترتي طلعتي لي براسي جد ما نحفظ والله ما بغي بغا يسكتها زيد الدفتر راه كيبلع دابا ولات المرأة هاد جداوه زعما ترتارات تيهضروا بزاف آه. علما ان هذيك الترتاره اللي كيقولوها كي دابا راه هي اللي كانت كنسمعوا بها حنا المحاجيات الحاج و... من كنصوار اه راه راه الحاجيات والتعاود من تما كيجي ما بقاش اذا انتهت الصلاحيه ديال الجدات اما يسكتوا بيريمي إم... بيريمي <applause> اما يسكتو اما ما مزيانينش الا هضرات مم. تسمرات <applause> العقروشة ولكن مثلا فاش كنشوفوا مثلا فاطمة والشاي الحناء حناك مثلا عجبنا <applause> هذاك الدور تما كنت تفكرنا اه كيعجبنا نشوفوا هذه الادوار هذه تسمح حناء وتضربك اه عاود لي على التجربه مع مع الاستاذه ديالنا الاستاذه دي القديره فاطمه والشاي تبارك الله آه عليها نشكرها بزاف امم آه تعلمت منها شي حويجات بزاف اها سيرتي بهذاك امم كانت تجربه متميزه هذاك مع كمال كاظمي آه. ومع الاخوان كنت تجربه كانت درت المسرح باقي صغير متميزه اه درت ابتدائي يعني انا ما جات الشهره حتى لحديد الدان امم قلت لفاطمه قلت بزاف ولكن راه انت هو هذاك الخميس آه. زعما ماشي ذاك آه. الدور ما بعدش عليك يعني بزاف الخميس واحد دخلت لوبيتال مع السيده من مع واحد الغراض اه لقيت واحد الكونوين بنت قالت لي سي

ديال الجمهور تقريبا راه ماشي مش مشكل هذا راه قول بخير ماشي مشكل لا قال مشكلة مشكل ألس... واحد <applause> 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 <الصفحة. تصفيق> قالك <applause> <applause> س... <applause> <هدي غير محباد. تصفيق> <applause> انا نجي غير على ساك قال لك راه الجزائر راه يحبوكم بزاف بزاف واش السرق البيض؟ خويا خويا عتيني عتيني مكنش هادي غير المحبة هادي والله العظيم المحبة كتخلع شي حاجة كيوف عليها تخلعت انا في الاول قال لي لا يمكن لك صح ماشي تسني شي شي كل حاجة ما عنديش صحابك شي حديث تاعك <applause> قال لي قال تصور معاك قلت لي ماشي مشكل قال لي راه الجزائر كلها وتاع عبد القادر ستيكسور كنت دوز مع واحد الحفلة في وجدة قال لي راه بناتو حافظين حديث الدان اللي يعني تبارك الله كان كان متميز هذاك التجربه في الحقيقه غطى بزاف على بعض المحترم بعض لا هذا تيدل على الحنين ديالنا للتراث ديالنا التراث حنا دي منين جات واحد الماده تراثيه تنتفرجوا فيها في الصباح ونعاودوا في الشتاء بزاف واحد يدن تعاود خمسه المرات ولا سته وباقي بغيت تعاود انا مليتو <applause> انا من حق نهار مات ما بقيتش نتفرج نعم مسكين الله يرحمه الله بزاف ايوا الحمد لله شكرا لك بزاف سي بهزاد على التجربه اللي عاودتي وعلى هذا الحنين في الحقيقه اليوم جداك آه وهذا اليوم انتصار جدا الله يخلي اي الله هذا الله مكان اللي مات والله يرحمه الله يرحمه ويوسع اليوم وبصح حيت الواحد يستغل الفرصه ان جدها تكون عنده في الدار راه راه متحف هذاك متحف حداك في الدار يعني الواحد يمشي وياخذ المعلومه وياخذ الخبره